أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كيتزانيا في البيت، معكم قاسم في قراءة قصص ما قبل النوم. قصة اليوم بعنوان قصة الملك والطفلة الفقيرة. في يوم من الأيام أعلن مدير مدرسة ابتدائية في أحد مدن اليابان عن حضور جلالة الملك لزيارة المدرسة غدا، وسأل التلاميذ قائلا: أتعرفون ماذا يجب أن نفعل لاستقباله؟ رفع أحد الأطفال يده وأجاب: أنا أرى أنه يمكن أن نقدم هدية رمزية لجلالة الملك، فقد سمعت كثيرا أنه يحب الأطفال، وسوف يكون غدا يوما تاريخيا تسجله المدرسة ولن ننساه أبدا. رحب جميع الأطفال بهذا الاقتراح الجميل ما عدا طفلة صغيرة تدعى كريستي. ظلت صامتة في مكانها وهي غير موافقة على هذا الاقتراح في داخلها. بعد الانتهاء من اليوم المدرسي انطلقت كريستين إلى منزلها وهي تبكي وتمشي ببطء شديد من شدة حزنها، وفي طريقها التقت بسيدة عجوز صديقة لأسرتها. احتضنتها السيدة العجوز وسألتها: ما بك يا عزيزتي كريستين؟ لم تستطع الطفلة أن تجيب، ولكنها انفجرت في البكاء. وبعد أن هدأت قالت للسيدة العجوز: أنا أحب الملك جدا، ومنذ سنوات وأنا مشتاقة كثيرا لرؤيته، واليوم علمت أنه سوف يزور مدرستنا غدا، وجميع الأطفال سوف يقدمون له الهدايا، ولكن أنا لا أملك أي أموال، وأسرتي فقيرة جدا، ولن أستطيع أن أشتري هدية مناسبة للملك، ولا أعلم ماذا سوف أفعل غدا، ولا يمكنني ألا أذهب إلى المدرسة حتى لا تعاقبني الأستاذة، كما لا يمكنني أيضا أن أذهب وأكون أنا الوحيدة التي لم أقدم هدية للملك. مسحت السيدة الطيبة دموع الطفلة وقالت لها بابتسامة عذبة: خذي هذا الإناء الصغير، وغدا قبل ذهابك إلى المدرسة ضعي فيه بعضا من الثلج المتراكم على التل الموجود بجوار المدرسة، وانتظري حتى يقدم جميع الأطفال هداياهم للملك، ثم قدمي له هذا الإناء، وأنا على يقين تام أن الملك سوف يقبل هديتك بفرح شديد. لم تجد الطفلة حلا سوى أن تنفذ كلام السيدة العجوز، وبالفعل استقبلت المدرسة الملك وقدم جميع الأطفال الهدايا حتى صار مرهقا جدا. فتقدمت الطفلة إلى الملك وانحنت أمامه وهي تقول: سيدي جلالة الملك، أنا أحبك للغاية، ولكنني من أسرة معدمة تماما، وأنا أقدم لك هذا الثلج الذي قد ذاب في إناء متواضع لأنني أحبك جدا. أمسك الملك الإناء وشرب منه وهو يقول: يا لك من طفلة محبة وحكيمة جدا، لقد قدمت لي الآن أثمن من كل ما قدمه لي أي إنسان آخر في المملكة، لأنني متعب جدا وأحتاج لهذا الماء المثلج الجميل. أتقبلين يا عزيزتي أن تلتحقي بقصري؟ فإنني سوف أكون سعيدا جدا أن تكوني ابنتي الأميرة الصغيرة الذكية المليئة بالحب والحكمة. صفق جميع الحاضرين وتهلل الكل بعد أن تبنى الملك طفلة من هذه المدرسة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن التواصل والمتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى يوم غد في حلقة أخرى من برنامجنا قصص ما قبل النوم.